الحمد لله النهارده بنبتدي نستلم الشحنه الاولى لاجهزه تابلت اللي هي تم توريدها من شركه سامسونج. اجمالي الشحنه كلها هي بس 708,000 ان شاء الله باذن الله، دي اول شحنه في قرب ال 100,000. هنبتدي ان شاء الله عمليه التوزيع. التوزيع ده طبعا بيبقى ليه مراحل. المرحله الاولانيه ان احنا بنعد التابلت نفسه، ان احنا نحط عليه البرامج التامينيه والبرامج الخاصه بالعمليه التعليميه. المرحله الاولى ثانوي هي المرحله المختصه بعمليه استخدام التابلت، والحقيقه ان التابلت ده احنا راعينا ان هو يبقى اعلى مواصفه موجوده. شركات كتيره قدمت، يمكن قرابه 70 شركه في منصات مناصه عالميه كانت موجوده، ساعدتنا فيها قوات مسلحه ان احنا نختار احسن جهاز تابلت موجود، وفازت بيه شركه سامسونج. وراعينا ان المواصفات بتاعه الجهاز تبقى عاليه عشان خاطر ده هيقعد 3 سنين مع الطالب، والطالب يقدر يستفيد بيه بامكانياته. الفانكشن اللي هي الوظيفه اللي هو زي ما احنا اتكلمنا في الفترات السابقه على منظومه التعليم الثانوي، ان اول استخدام للطالب ان هو بيبقى بيطلع على المحتوى العلمي اللي تم استثماره في التربيه والتعليم، وان المحتوى ده اللي موجود في بنك المعرفه بيقدر الطالب يبحث ويستفيد من متعه التعلم من البرامج التعليميه اللي هتبقى موجوده ومن المنهج المختلف اللي تم تطويره خلال الشهور السابقه.